السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناة يوميات أم أشرقات. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا واحد الوجبة ديال العشاء اللي تجي خفيفة. اللي غادي نحتاجوا ليها كمكون أساسي الكفتة ديال تلاداند، جوج بصلات مقطعة رقاق، الفلافل بأنواعها أو كيفما وجدت أنا، يعني الفلفلة حمراء والفلفلة خضراء، خمسة البيضات، البطاطا قطعتها قطع رقيقة، أنتم يبقى لكم الاختيار تقليوها او تسلقوها او ديروها في الفران مع الزبده. انا غادي نقليها. غادي نحتاج التوابل، البودره ديال الثوم، سكينجبير، تحميره، خرقوم بلدي، البزار، والزيت الزيتون، والقزبر ام معدنوس، والفرماج الاحمر. خديت الاناء اللي غنطيب فيه الحشوه، ضفت فيه جوج المعالق تقريبا ديال زيت الزيتون، نخليهم يتفاقوا شويه. غادي نضيف لهم جوج بصلات ديالنا قطعين قطع رقيقه، غادي نضيف لهم الملحه، نخلي هاد البصله شويه تطيح ونرجع معكم. ها هي البصله ديالنا، نحرمها شوية، غادي نضيفو ليها لبان، كتب لبان، نحاولو باش نزمجوها مع البصلة، وعلى فكرة هاني درت البطاطا كتقلى، اللي متبغيهاش بخيار يسلقها، يدهنها بشوية زبدة، شوية ملح وشوية زبدة، ويديها في الفران. غنضيف دابا التوابل، غندير قليل من البزار، ديما التوابل عينكم من بعدي، سكينجبير، خرقوم بلدي، البودرة ديال الثوم، الملح ضفناه هي الاولى مع البصلة، دابا غنضيف البيض ونحرك الكل. نخليهم يقلو شوية ونرجعو إن شاء الله للتتبيلة ديال الوصفة ديالتنا. من بعد ما ضفنا الكفتة ديال تلادان، خلينا شي خمسة دقايق حتى يدخل الطياب، ونضيفو الفلفلة حمراء والفلفلة خضراء، ولي متوفرة عندو كتصفر نديرها، بعدا واحد الوليات هائلة. نحركو إن شاء الله الكل، وغادي نسدو عليهم، نتشحرو مزيان، ونضيفو واحد الكاس ديال العلبة صغير ما باش يطيب لينا الحشوة كاملة، ونرجعو معاكم لتتمة الوصفة. هاهي البطاطا ديالنا من بعد ما تقلات، حاولوا باش تخليوها شويه ذهبيه ما قريوهاش بزاف حتى تجي على هذا الشكل. غادي نحيدها ونستمر انا حتى نكمل البطاطا كاع اللي عندي في القلي، ونرجعوا باش نكمل الوصفه ديالنا ان شاء الله. البنات، من بعد ما طابت الحشوه ديالتنا، خديت انا هذا المول هذا اللي داير هكذا تاع الكيكه، غادي نستعملوه، نتوما يبقى لكم الاختيار فين غادي ديروا هذه الوصفه. ناخذ تقريبا معلقه ديال زيت الزيتون، وغادي ندهنها في هذا المول، غادي ناخذ البطاطا اللي حضرت معكم، غادي نضيف غير نص الكميه، نحاول باش نطلقها بحال هكذا،
انا ما درتش بطاطا كثيره بزاف، وانتم عليكم الاختيار على حسب افراد الاسره اللي عندكم. غادي نضيف في هذه الحاله، غادي نستعمل يدي باش نقدر هاد الحشوه ديالتنا تجي على البطاطا ديالتنا كامله. ديرنا بطبيعه الحال مغسولين هكذا، غادي نضيف البطاطا اللي بقى عندنا. البطاطا خليتها غير ذهبيه، ما حمرتهاش بزاف. غادي نضيف الحشوه اللي بقات، يدنا تساعدنا باش نفرقوا الحشوه على المول كامل. هذوك الالوان تاع الفلافل تيجيو هائلين في هذه الوصفه. هكذا تنكونوا دخلنا الوليد ديالنا شويه الخضروات، انا خديت هذوك خمسه البيضات طربتهم مزيان كما واضح لكم في الفيديو، وغادي نصبهم على الخليط ديالنا كامل. هاد الطريقه باش نوزعو الكل، ناخدو هاد السباتولا نقادو بها ونضيفو هاد الجبن اللي حكيناه عند الفرماج الحمر. وانتوما لكم الاختيار اي جبن يكون متوفر عندكم. كما ولفتوني انا تنوظف الحوايج اللي عندي في الدار. غادي نسخنو الفران على درجه حراره 180، غنشعلوه من الفوق والاسفل، خليوه يطيب 15 دقيقة تحمر، ورجع معكم إن شاء الله باش تشوفوا الشكل النهائي ديال الوصفة. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الوجبة ديال العشاء ديالنا أو الغداء. هاد الوجبة تيبغوها الكبار وتيبغوها الصغار. وغنقط معكم دابا واحد الطرف تتجي على هذا الشكل كيف ما واضح لكم. نتمنى هذه الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم وتجربوها، وما تنسونيش من لي لايك والاشتراك والانضمام للاسره الصغيره، وبالصحه والراحه.